نؤمن بكل ما يكون في يوم القيامة من تفاصيل. هذه تفاصيل ما تيسر ذكره هنا، وما لم نذكره مما جاء به الخبر الصحيح ماذا نصنع؟ نؤمن به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما نكيفه، كيفيته الله أعلم بحقيقته. ولذلك يخطئ من في هذا العصر خطأ فادحا، إما بسوء قصد وإما بحسن نية لكن هو سوء فعل. نرى ورأينا أن هناك من يضع فيلما، إما فيلما كرتونيا أو مدبلج، مما يكون في القبر حينما يموت الإنسان، ووضعوا رجلا وأتوا بملكين، المهم أنهم صوروه فيلما أو حتى صورة، لو صورة ما يلزم أن يكون فيلما. وهناك من وضع فيلما لجسر جهنم والناس يمشون عليه، هناك من وضع تصويرا لفيلم مدبلج للنار، وهناك آيات من القرآن والسنة، وهناك أناس يسقطون فيها وما شابه ذلك. انتبه، كل هذا لا يجوز في شرع الله. لما؟ لأننا لا نعرف كيفية هذا الأمر. حتى إن بعضهم ذكر حديثا، سبعة يظلهم الله في ظله ووضع ظلا، هذا خطأ. نؤمن بذلك؟ نؤمن، لكن الكيفية الله أعلم بها. كيف لهؤلاء أن يأتوا وأن يصوروا صورا أو أفلاما أو ما شابه ذلك ويقول والله هذا الحوض، هذا هو الصراط، هذا هو كذا، هذا هو ما يكون في القبر؟ لا يجوز هذا. ولذلك ماذا قال جل وعلا؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإن كانت الأسماء في الدنيا هي الأسماء التي هناك في الجنة وأتوا به متشابهة من حيث الاسم، لكن من حيث الطعم والكيفية الله أعلم بذلك. ولا شك أن ما يكون في الجنة أفضل وأطيب مما يكون في هذه الدنيا، لكن لا يعني أنهما إذا توافق في الاسم أنهما يتوافقان في الكيفية. إذن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله كما في الحديث القدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين واللفظ لمسلم، قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع أحد في جنته، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يئس أحد من رحمته. فدل هذا على أننا لا ندري،